مرحبا متتبعي قناة اش كاين. احنا الان جينا نشوفوا اشنو كاين فعلا في قلب السوق، في سوق البركة دار الامان بمنطقة الحي محمدي. كندخلوا كنصطدموا مع واحد الواقع كما تيقولوا لا طير يطير ولا قط يسير. كنصطدفوا هاد الام اللي هي ام جميع المغاربة، ماشي الام ديالي او ديالك انت عزيزي المشاهد، اللي لقيناها في واحد الحاله نفسانيه شويه صعيبه. علاش لاله وصلتوا لهذا المرحله؟ سيدي حنا محطوطين هنا 5 سنين دابا، وحنا هنا داكشي اللي كيجيب الله كنتقداو كنحطوا صنيعه. حنا كتشوف فينا اليوم نحطوها، غدا نهزوها، اليوم دخلوها، غدا عيينا. حنا ملينا هاد السلعه اللي عندنا مليناها، كنبدلو كنمشيو نتسلفو نتكلفو كنبدلو، منين غنردو السلف؟ ما عندناش نردو السلف. حنا قاعدين يوميا، حنا قاعدين هنا 5 سنين ما كاين لا بيع لا شري. انت كتشوف فينا دابا كنضلو ما كنلقاوش حتى 4 دراهم دوا في جيوبنا. دراهم ديك الاخره ما كنداش في جيوبنا، كنقعدو تنعياو كنقلقو كنمشيو. الحمد لله تبارك وتعالى مقويين من الاستغفار ومن الله تبارك وتعالى كنطلبوه. وحنا لا اله الا الله محمد رسول الله في هذا السوق. حنا بغينا السوق، بغينا اللي يخدموا معانا، بغينا اللي يعمر معانا. انت كتشوف الناس كلها ما كايناش، حنا كاينين حنايا انايا شي 3 العيالات ومع 3 4 رجال اللي كاينين صافي. واش السبب المكان فين وضعوا السوق غير مناسب للجميع؟ أم الناس كتخاف من الكريساج، من كيخافوا من السرقة ما كيوصلوش؟ حنا ما كيلحقنا سارق، ما كيلحقنا حتى حد، ما نكذبوا، حنا غاديين في الطريق في سلام وكنجيو في سلام، ما نكذبوش على نفوسنا. إلا السوق ما كيهبط ليه تحت، السوق خاوي فاضي، السوق ما عمرش، السوق ما عطاوش عمر انه الناس عقبوا البلايص في كنا حنا هنا، والناس السوق باقي السوق عامر كما كان. حنا انت كتشوف فينا هنا السوق دابا خاوي، كاين شي واحد حط هنا، كاين شي واحد حل هنا. ما انت قلب اخويا، تبارك الله زوين السوق مخير، ولكن ما فيش. في الاول كان مروج ودابا راه حبس بنوبه، دابا راه حبس بنوبه ما كاينش سبب ما ما خدمش، ما خدمش. اللي دخل كيمشي، اللي دخل كيمشي، كيحل وكيمشي صافي، ما كاين حتى حاجه. الناس كتجلس كتقلق، انا بنفسي دابا قلقت. انا قاعده انا دابا انا جايه الشهر هذا ما مصوراش فيه درها. السوق راه ما كاينش، ماشي في بلاصته، راه بعيد. الناس تيقول لك حنا بعيد علينا السوق، حنا خلونا يحطونا في جنب قيصريه وما لحونا جابونا الحفره هنا، راه بعيد علينا الحال. احنا بروحنا راه بعيد علينا الحال. انا راه ساكنه حدا قيصريه، تنهبط رانا عييت ما بقيتش قدرت نهبط. انه كون عندي ما نصرف على راسي وعلى راجلي ما نهبطش، ما نقدرش نهبط مازال مره اخرى. عاد الناس اللي غيجيو عندنا ما كتفكريش انك تخرجي للشارع؟ ما نقدرش، انا عندي بلاصه نمشي خرج الشارع حشومه عيب. راه عطوني بلاصه باش نجلس فيها، ماشي عطوني بلاصه باش نبقى نجرجر الزنقه. على انا قدي باقي ما يهبطوا وليدي يضربوا في زناقي عيب. حنا احترمنا السلطه اللي عطاتنا، حطتنا هنا، بغينا هما يديروا لنا دابا كيما حطونا كيما يديروا لنا حل. شوفوا معنا شي حل فين نخدموا حتى حنا، فين نترزقوا الله. حنا بغينا نعيشوا، حنا نضلوا جالسين كاع النهار، حنا ناعسين فايقين، ناعسين فايقين. هاك انت كتشوف، انت كتشوف ماشي ما عندنا السلعه، يقول لك انت تشوف السلعه ها المحل زينا هنا، زينا هنا، زينا هنا باش حنا درنا هاد الزينه باش الناس تجي عندنا. وما كاين والو، ما كيدخل حتى حد هنا والو. السوق راه ما جاش في بلاصته. بالنسبه للمرشح ديال الدرب كما تنقولوا بالدارجه، المرشح الدرب كيجي عندكم كي ما شلنا حد، ما شلنا حتى واحد. حنا ما كنشوفوا حتى واحد، ما بقينا كنشوفوا حتى واحد من المسؤولين. ما عرفتوش كاع المرشح؟ ما عرفناش، ما كنعرفوش لمن كينتمي فين، ما كنعرفو. بقى يجي عندنا حتى واحد، النهار حطونا هنا كان كيجي عندنا من الايامات الاولى، اما دابا ما كنشوفوا حتى حد من المسؤولين. حتى واحد ما كيجي عندنا والو، ما داخل عندنا حتى واحد مازال. شي واحد من المسؤول باش نشكيو ولا باش نهادي ولا ما كاين. على من غنشكيو؟ على الله سبحانه. شكرا لك. من نشكيو؟ نشكيو على الله، ما عندنا علم. حيت هما خصهم يشوفوا راه حنا هاد شحال من مره وشحال من مره شحال من مره وشحال باش نبقاو نغوتوا ونبقاو نديروا الهرجات. حنا قاعدين لا هادي لا هادي والو، وكنا نمشيو نخدموا نديروها نقلبوها نبيعوها القليه في الزنقه. كنا حنا خدامين، كنا في الشارع وكنا خدامين، وهنا راه حنا ما خدامين ما والو. هنا راه حنا ضايعين، كذب عليك وليدي، راه حنا ضايعين. حنا ضيع رزقنا كنحطوه قدامنا وكنشوفوا. الله يجعل صدر بدلنا اللي فات. نتمنى ان جميع المسؤولين يتصنتوا، المسؤولين يتصنتوا لهذا الشيء ويفيدونا الموضوع. راه حنا لا اله الا الله، راه الناس كتموت. راه حنا بقينا عقلال، راه حنا بقينا الناس عقلال هنايا، ماشي كثير. هنا اللي كاينين الناس قلال. الناس سميو شي الحوان. يلاه كيفاش. حنا بقينا يلاه كاين هنايا شي 12 واحد ولا 10 الناس اللي كاينين. صافي. شكرا لاله بارك الله. شكرا اخويا، شكرا لك حتى انت. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.